السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما يهتم به العراقيون على هذه المواقع. في البداية دعونا نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المتداولة وأبرز المقاطع التي اخترناها لكم، حيث وجدت صدى واسعا في الشارع العراقي خصوصا لدى شريحة الشباب الناشطين منهم. البداية بهذا المقطع وهو عن أسعد العيداني محافظ البصرة، الذي قال إن استشهاد المتظاهر عمر فاضل على يد أحد الضباط في البصرة برتبة نقيب في قوات سوات، والذي أصابه بإطلاق نارية، يقول العيداني لم يكن متعمدا أو مقصودا، وإنما جاء بلحظة انفعال قد تصدر من أي شخص، رغم كون التصرف كان قاسيا على حد وصف العيداني الذي طلب بالتنازل عن مقاضاة قاتل عمر فضل بهذه الحجج. وتفاعل ناشطون طبعا ومغردون على موقع تويتر في العراق مع وسم لا مساومة على دم عمر، بعد مطالبة العيداني عشيرة الشهيد عمر فضل بالتنازل عن دمه. الآن دعونا نتابع وإياكم هذا المقطع، ومن ثم نذهب إلى قراءة في أبرز التغريدات التي جاءت رفضا للمساومة على دم الشهيد عمر فاضل. نتابع. هذا القضية عمر الله يرحمه هو ابن المدينة، بس خواله لا عمامه بالانظار بالنتيجة هو ابن هذا البلد، وبالمقابل حقيبتي هم ابننا وابن هذا البلد. هاي المشاكل قد البعض اطاها بعد طائل شيء صراحة، البعض اطاها بعد انه ممكن استهدف لانه هذا يجب بعض هو كافر. الرجل النقيب لا كان يقصد عمر ولا كان يقصد غيره، لكنهم احنا كلنا عراقيين نعرف الحالة، ممكن بلحظة انفعال يقدر من اي شخص تصرف، لكن التصرف مع الاسف كان قاسي جدا وادى الى استشهاد عمر. حقيقة من اخواننا من الانظار، يعني انا تواصلت وياهم من الرئيس الحلبوسي الى شايف الانظار، يعني لقيت قيادة رائعة، لأنه أهل البصرة أهلنا، أهل البصرة ناسنا، ونحن على استعداد تام أن نتجاوز ونحن البلد. شاهدتم الذي قاله العيداني أثناء زيارته عائلة الشهيد عمر فاضل. وقبل أن نقرأ التغريدات ونذهب إليها، دعونا نشاهد أيضا هذا الفيديو. بعد طلب العيداني بالتنازل عن قاتل الشهيد عمر فاضل، جاء الرد من شيخ العشيرة، من شيخ عشيرة الشهيد عمر في محافظة الأنبار. طبعا شيخ عشيرة الشهيد عمر فاضل رفض التنازل عن حقه بعد وصول وفد من البصرة برئاسة أسعد العيداني إلى محافظة الأنبار للدفاع عن القاتل النقيب أثير. نتابع ومن ثم نذهب إلى التغريدات. واحد كائن من يكون ما مسموح له أن يصرح بشغلة أن شغلة فصل أو شغلة كلام ثاني أمام البحنتوش الكل تسمع، ما مسموح له خلاص، لأن الموضوع موضوع رأي عام، مو موضوع والله حب عمك حب خالك، هاي ما مسموح فيها. مصير عمر مصير البحنتوش، ومو بس مصير بهنتوش، مصير عمر. احنا عمر ايضا الى خوال بالبصرة، هم اللي ربوه وهم اللي استشهد يمهم، وهم اللي عمر يدخل طار يمنا ويرجع له. احنا بالنسبة لنا تقبلنا التعازي، عدا التعازي ما نقبل اي حالة اي واحد يصرح غير تصريح، اي واحد يتخذ غير اجراء بحق الشهيد او بحق عائلة الشهيد عمر، ما نسمح باطلاق كائن من يكون. كان هذا هو رد شيخ عشيرة الشهيد عمر فاضل. الآن نشاهد رد فعل الشباب العراقي على وسائل التواصل الاجتماعي وكيف تفاعلوا مع هذه القضية. على هاشتاغ لا مساومة على دم عمر كتب حيدر، يقول فقط في العراق يكون القانون الوسيط للمجرم للإفراج عنها. الآن إلى تغريدة ثانية على ذات الهاشتاغ لا مساومة على دم عمر، وكتب مصطفى يقول قلناها سابقا ونقولها الآن، لن نساوم على دماء الشهداء. إلى التغريدة الثالثة، حسن يكتب لا شيء يوقف صوتنا وثورتنا إلا بتحقيق مطالبنا أو الموت دونها،
وعد أطلقناه أمام الله وأمام الشهداء، ولن نتهاون باسترجاع ما سلبتنا إياه الطبقة الفاسدة. إلى التغريدة الأخيرة وهي لعلي العراقي، يقول: لا مساومة على دم عمر ولا كل قطرة دم من كل شهيد، سنحاسب كواتم الغدر في يوم ما. الآن ننتقل وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى موضوع آخر قديم جديد، حيث جدد الطلبة في بغداد وعدد من المحافظات تظاهراتهم الداعمة لثورة تشرين والمطالبة بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية. من داخل نفق ساحة الطيران، طلبة بغداد يهتفون باسم العراق. بالروح بالدم نفديك يا عراق. الآن إلى جانب من هتافات طلبة محافظة بابل داخل ساحة اعتصام مجسر الثورة خلال تظاهراتهم الداعمة لثورة تشرين أيضا. نقول نهتف ونظل نعانق، ساير والطالب واحد، نهتف ساير والطالب واحد، نهتف ونظل نعانق، ساير والطالب واحد، ساير والطالب واحد. كل من سقط بالثوار وطلع ذيله، كل من سقط بالثوار وطلع ذيله، كل من سقط بالثوار وطلع ذيله، شنو طالب شد حيل الثوار، خلي يشد حيله، طالب سقط بالثاير وينه، بالابيض نفكس عينه، سقط سقط بالثاير وينه، بالابيض نفكس عينه، ميدانيا ثورة تشرين مستمرة. هذا ما تقوله المقاطع والشباب الذين ظهروا فيها وشاهدتمهم قبل قليل، فما الذي تقوله مواقع التواصل الاجتماعي؟ تعالوا بنا نقرأ أبرز المنشورات أو التغريدات التي كتبت ردا على المقاطع التي شاهدناها قبل قليل في فيسبوك. علي يكتب: الله يحفظكم وينصركم، موجهة للشباب الذين ظهروا بالمقاطع الذين رأيناهم قبل قليل. أبو سيف الشمري يكتب: كل الشعب مع الثوار، لأنهم السبيل الوحيد لإنقاذ البلد، منهم من خرج معكم ومنهم من تأخر لأسباب قاهرة، فلا تيأسوا من قلة العدد والناصر، فاتخذوا من الحسين قدوة. إلى الآن إلى تعليق أبو حيدر الذي كتب: الله يحفظكم إخوة الشرفاء أمل العراق. إلى التعليق الأخير الآن، في التعليق الأخير حسام يكتب: الحمد لله بجهود الأحرار الوطنيين الشرفاء، أنتم أمل العراق الوحيد وأمل حقوق الشهداء الأبطال، بدمائهم تنتصر الثورة المباركة، إن شاء الله النصر قريب. لن ننتقل إلى موضوع آخر تناولناه كثيرا في الحلقات الماضية ولكن به العديد من المستجدات، طالما أنه متواصل وقائم على الأرض ولم يشهد أي تغيير. عن اعتصامات الخريجين نتحدث. طبعا استمرار خريجي كليات العلوم السياسية في العراق بالاعتصام حتى هذه الساعة، غدا إلى أن تحل قضيتهم، يعتصمون أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد منذ 6 أشهر للمطالبة بالتعيين وسط إهمال حكومي متعمد لمطالبهم. دعونا نذهب وإياكم لنشاهد هذا المقطع ثم نعود. من العدد يا سادة، من العدد.
العدل يا عمامه، العدل يا سادة، ما جابه النايب على سادة، ما جابه الشعب وبلاده، ما جابه الشعب وبلاده، ما جابه ردوا احنا القادة. لا ييأسون ويواصلون اعتصامتهم على أمل أن يجدوا من يقف إلى جوارهم، لكن حتى هذه اللحظة لم ينبري أي مسؤول حتى يستمع إلى مطالب هؤلاء الشباب. ماذا تريدون؟ ما هي حقوقكم؟ ما الذي يرضيكم؟ للأسف لم يروا أحداً يقف إلى جوارهم. على مستوى المسؤولين نتحدث طبعاً الآن إلى المنشورات الداعمة لهذه التظاهرات. نقرأ عليكم أبرز ما كتب تضامناً مع هذه الاعتصامات. محمد الموسوي يكتب على تويتر: تهميش مستمر وحقوق ضائعة وأبطال يطالبون بحقهم وبلا رجعة وبلا عودة دون أخذهم لتلك الحقوق، احسموا قضيتنا اعتصام للسياسية. الآن إلى تغريدة ثانية وعلى ذات الهاشتاج: احسموا قضيتنا اعتصام للسياسية أو للسياسيه. لقد حل الشتاء علينا وما زالت الحكومة لم تستجب إلى مطالبنا، مضى على اعتصامنا أكثر من 6 أشهر، ماذا نفعل لتستجيب الحكومة؟ آلاء عبد الرضا كتبت الآن إلى تغريدة ثالثة وهي لعباس الذي كتب: ميزانية استنزفتها محاصصتكم قبل إقرارها، اقترب موعدها وباتت أيادي الشر تلوح بنفادها وشحتها، فإن حق الخريجين منها أم أنها ليست ضمن حساباتكم؟ إلى التغريدة الأخيرة وهي لأحمد عبد الكاظم يكتب: خريجو السياسة بدون تعيين يفترشون الأرض مطالبين بحقوقهم، وغيرهم ممن لا يملك شهادة الابتدائية يحكم وصاحب سلطة. كان هذا أبرز ما كتبه شباب عراقي دعما لحراك واعتصام من يطالبون بحقوقهم من خريجي كليات العلوم السياسية في العراق. الآن إلى إحدى الناشطات في العراق تبين الحال الذي وصل إليه طريق بغداد لعظيم الذي سمي بطريق الموت بعد أن فقد الكثير من المواطنين أرواحهم بهذا الطريق، وذلك بسبب انهيار البنية التحتية والإهمال الحكومي على مدار 17 سنة، ولم تحرك الحكومة ساكنا أو تتخذ أي خطوة إصلاحية بعد كل الحوادث التي راح ضحيتها الكثير. نتابع ونعود. وندور كل الدول الفقيرة من الصومال الموزمبيق عن طريق يشبه هذا، ما راح تلقى غير بالعراق، طريق بغداد العظيم واللي صار اسمه طريق الموت. وجوده بهذه الحالة دليل على موت ضمير السلطة وصناع القرار. طريق 17 سنة ما صلحتوا، والنتيجة لا رواتب ولا تموينية، والبلد بيد الحرامية. مين لام الجواهري من شبهكم بجيه في البطون؟ ولما حمت الأقدار ألقت بكم جيه في البطون إلى العراق. إذن طريق بغداد العظيم أو كما يسميه نشطاء طريق الموت، وكيف تفاعل كثير من النشطاء مع هذا الفيديو وما الذي كتبوه؟ نقرأ عليكم أبرز ما كتب. الآن سنشاهد هذه التعليقات معا على فيسبوك. مهند أحمد يكتب: أخت روان ما يفيد الحكي والله، ثلة من اللصوص سيطروا على مقدرات البلد مدعومين بترسانة من القتلة. الآن إلى تعليق علي الفيصل الذي كتب:
ست هي أكو دولة، حتى أكو رجال دولة وصلنا قرار الموجودين في هرم السلطة عبارة عن مرتزقة، دمروا كل شيء لم يدمر في السابق. الآن إلى تعليق جديد من رشيد الذي كتب: هذا الطريق شقد ماتوا به ناس وعوائل، شقد تيتموا أطفال بسبب هذا الطريق، وفوقها يأخذون 60,000 من كل تحويل سيارة يسموها طرق وجسور. الآن إلى رانيا التي كتبت: ولا شيء، أنشأوا بعد 17 سنة غير دمار كل شيء في العراق، وهذا الطريق مقصود لقتل العراقيين. للآن مو معقولة طريق عام وكل مسؤول بالدولة يشوف هذا الدمار وساكت. شنو السبب؟ نريد نعرف. شنو السبب؟ نريد نعرف. وهكذا رأي الشباب العراقي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تقريبا على ما يحصل من حوادث يومية في طريق العظيم أو طريق الموت، طريق بغداد العظيم، طريق الموت. وغض طرف المسؤولين للأسف عن إصلاح هذا الشارع الرئيس، وللأسف عدم اهتمامهم بحالات الموت المجاني التي تحصل بشكل يومي هناك. الآن ننتقل إياكم إلى فقرة أنت ترى. شكى مواطنون في محافظة بابل من ناحية الإسكندرية شمالية بابل بالتحديد، شكوا من تجريف أراضيهم الزراعية من قبل جهات متنفذة. مواطنون أكدوا أنهم يمتلكون الأراضي وأن لديهم الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم هذه الأرض منذ سنين، مناشدين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل قضيتهم. نتابع. وهسه أنا أريد أناشد سوق العشائر، أريد أناشد سوق العشائر. أنا عندي يتامى 10 والله، وعندي أرامل 2، وعندي معوقين 2، وهسه طوقونا، قطعوا علينا المي، كربوا زرعنا، وقعوا نخلنا، وقعوا شجرنا، وهسه حال الضيم حالنا. وين نروح؟ وين نتوجهنا؟ أناشد كل العشائر اللي بالعراق. عندنا هاي النخلة هسه إذا شوفوها عمرها أكثر من 60-70 سنة، هاي زرعوها أجدادي، أجداد أجدادي، وراهم أنا كملت بزراعة الأرض كليتها، وجت مجموعة جرفت قسم من النخل واستولت على الأرض أخذتها وبدون أي وجه حق، وأنا اللي يثبت عندي هاي الورقة السوداء من الدولة العثمانية، وهاي الورقة من الحكومة العراقية. دول الجماعة أخذوا قيعانهم وطوقوهم الشط، كان قبل الشط يصل ليهم، هسه صار فترة، صار يمكن شهرين ثلاثة، أخذوا القيعان داير ما دايرهم، ومي ما يصلهم، قمت أنا أجيب لهم بالدنكر، قطعوا الشط عليهم، يعني حلال عندهم سقي وعندهم شغلات للبيت، يمكن قبل حتى خزانات تفرغ مال المي، لأن المي مال سالة دا ينقطع، وصعد لهم مي للبيوت. في فقرة خبر مزيف، تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بخبر مفاده مواطن عراقي يقوم بحرق نفسه بداخل مول بغداد في الحارثية. أما الحقيقة فهي أن خبر إضرام مواطن عراقي النار في جسمه لا أساس له من الصحة، ولم تسجل مثل هكذا حادثة في مول بغداد. المقطع المصور يعود إلى مواطن أحرق نفسه داخل متجر مرجان في أكادير بدولة المغرب تحديداً سنة 2018.
الآن إلى فقرة هاشتاج، وفيها أطلق ناشطون على مواقع أو على موقع تويتر في العراق واسم شركات الاتصال حرامية، وذلك بسبب الخدمة السيئة المقدمة من هذه الشركات منذ سنوات بسبب الفساد الحكومي المستشري في وزارة الاتصالات الذي دفع هذه الشركات لابتزاز المواطن العراقي وسرقة ماله عن طريق الخدمات السيئة المقدمة للمواطنين، وبطبيعة الحال يشتكي منها عموم المواطنين. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج شركات الاتصال حرامية. مرتضى يكتب: وين أكو دولة بالعالم أجمع تنطيك خدمة نت تصل سرعة 256 كيلو بايت؟ يعني صورة ما تفتح، ولكم حتى السودان الإنترنت ما له أقوى من العراق، وحق الله فشل من الدول العربية اللي وصلت إلى الجيل الخامس وإحنا النت عندنا 256 كيلو بايت ماكو فايدة. إلى تغريدة ثانية، في تغريدة الثانية صلاح يكتب: قيمة الإيرادات التي يجب أن تحصل عليها الحكومة من شركات الاتصالات تصل إلى ملياري دولار شهريا، ولكنها تدخل جيوب الفاسدين. ألين إلى تغريدة ثالثة من محمد الذي كتب: شركات الاتصال في العراق تسرق وتسرق وما من أحد يحاسبها على ما تفعل. إلى التغريدة الختامية وهي من نصيب علي الحيدر الذي كتب: الحل في حملة مقاطعة قوية للشركات، شركات الاتصال حرامية. هذا ما يقوله الشباب العراقي من خلال هذا الوسم الذي أطلقوه على موقع تويتر. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الختامية، وهي فقرة المقاطع المنوعة التي تداولها العديد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ابقوا معنا. آلاف المسلمين في بنغلاديش يواصلون مظاهراتهم الغاضبة من الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع ونصرة لنبينا الكريم، ننتقل بكم من بنغلاديش إلى السنغال، وهناك وزير الثقافة السنغالي السابق مادو تيجان وون يوجه رسالة للرئيس الفرنسي يعلن فيها تخليه عن وسام جوقة الشرف الفرنسي غضبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على الازدراء من ماكرون. نتابع.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي تواصل.com، وحتى نلتقيكم على خير لكم منا أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.